التحدي الجديد، بدنا نوصل لهذا العدد من الافراد بشلتنا، شله هيلا. اضغطوا على هذا الزر مشان ما تروحوا الفيديوهات الجاي. اليوم خلصت اخر امتحان، يعني رسميا ابتدت اجازه الصيف. عاده لما بيسالوني عن الاجازه لو سمحتي تفضلي. شو مخططاتك للصيف؟ سؤال كتير مهم. عنا مخططات كتير مهمة ورح ننجزها بأقرب وقت. الواقع بيكون هيك على كل حال. يعني مو معقول شو انه حياتي بتصير رتيبة لما يبدا الصيف. شو؟ قررت ساعتها ما اسكت. باريس، بتعرفي شو يعني باريس؟ يعني تسوق وبرج ايفل، وانا رح ضل هون بين اربع حيطان. اعطيني البندورة. وقررت أصعد الموضوع. أخي بيرضيك أنه العالم كله مسافرة وأختك قاعدة بالبيت لحالها بالإجازة؟ ولو أكيد ما بيرضيني، مشان هيك ما طلعت كيس الزبالة قدام الباب، قلت لحالي حرام، طيب خلي أختي حبيبة قلبي تغير جو وتطالعون. قررت أنه أخذ موقف لحد ما يسفروني. ضليت حس انه اهلي مو مهتمين لحد ما شفتي يا حرام حبيبتي ريم. ايه يا حرام انه مسافرة على باريس، قدي بيزعل هالشي. معك حق، نازلة على احلى بلد لتعمل فيها الشوبينج، بس حتقضي وقت مع بيا بالمستشفى. وهيك عرفت انه المظاهر ما بتحكي لنا الحقيقة كاملة، وحمدت الله انه ماما وبابا واخي بألف خير. ان شاء الله عمري ما سافرت على باريس اذا هيك. خلينا نوصل ل 130 الف لايك باسرع وقت، اضغط على زر اللايك يلا. وهي اخر حلقة من مسلسل مذكرات مراهقة. شو كان رأيكم بالمسلسل؟ بس ترقبوا، يوم الاثنين رح انزلكم شغلات انتو ما شفتوها من قبل. وقت المسابقة مثل ما تعودتوا، خمس فائزين بكل حلقة. اول شي بدكم تشتركوا بالقناة، ثاني شي بدكم تتركوا لي اسمكم وايميلكم بخط التعليقات لاقدر اتواصل معكم لاشحنكم الهدية، وبعدين بدكم تعملوا لايك للفيديو وتنشروه مع كل رفقاتكم وعيلتكم وكل حدا. فصح هذا المسلسل خلص، بس ترقبوا المفاجآت الأكبر اللي جاي. فقرة السؤال، هل صار معكم هيك فصل من قبل؟ قولوا لي قصصكم بخانة التعليقات، ورح اختار من القصص وانشرهم على كل حساباتي، فلتشوفوا إذا نشرت لكم قصتكم، تابعوني على كل حساباتي، هيلا تي في. لتشوفوا الحلقة الماضية، اضغطوا هون، واستنوا يوم الاثنين الساعة 8 المساء توقيت السعودية، بشوفكم.